بينما تظل فرنسا الوجهة الأولى للطلاب الجزائريين، فإن مؤسساتها التعليمية في الجزائر جذابة بنفس القدر وتجلب مسؤولين في أوقات الأزمات الدبلوماسية هذه. في الواقع، تتلقى المدرسة الفرنسية الدولية ألكسندر ديماس لياد الآلاف من طلبات التسجيل كل عام، بالإضافة إلى جودة التعليم التي تتفوق بلا شك على تلك المتوفرة في الجزائر، فإن الطلاب في هذه المدرسة الثانوية يمثل ضماناً لمواصلة دراسته في الخارج، خاصة في فرنسا. لابد أن هذا قد أغوى القائمة الطويلة من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين الجزائريين الراغبين في تسجيل أطفالهم هناك. وفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن قائمة الدبلوماسيين وكبار المسؤولين التي سلمتها وزارة الخارجية إلى السفارة الفرنسية في باريس ليست جديدة، حيث تتلقاها المدرسة كل عام. ومع ذلك، فإن لياد الذي يحتوي على 2000 مقعد فقط لا يمكنه الاستجابة بشكل إيجابي لجميع هذه الطلبات. في هذا العام على سبيل المثال، تم تسجيل 906 تلميذ فرنسي، تدفق على الرغم من الأزمة الدبلوماسية. شهد البلد في الآونة الأخيرة الكثير من الخلافات التي أدت إلى أزمة دبلوماسية، مما أثار غضب واستياء العديد من المسؤولين الجزائريين والفرنسيين. لا يبدو أن هذا الأمر قد ثنى المسؤولين الجزائريين عن تسجيل أبنائهم في مدرسة ثانوية فرنسية حتى يتمكنوا من النجاح والحصول على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبالتالي يمكنهم الالتحاق بسهولة ودون عوائق في الجامعات الأجنبية وخاصة الجامعات الفرنسية. ومع ذلك، بما أن المدرسة الثانوية الفرنسية لا تستطيع الاستجابة بشكل إيجابي لهذا المطلب القوي، فلا يسع المسؤولين الجزائريين إلا أن يكونوا غير سعداء.